مهمة تهاجم مجموعة القتال خالد سعة سين يوم ياء قوات العدو في منطقة المسؤولية لهزيمة قواته وتأمين الحدود الدولية. التنفيذ: تهاجم مجموعة القتال خالد قوات العدو بسريتي دبابات 1 و2 في الأمام وسرية الدبابات 3 لاحقة لهزيمة النسق الأول لقوات العدو بالتزامن مع إسناد سرية المدفعية وقيام طائرات الأباتشي والإف 18 بمهاجمة وتدمير القوات اللاحقة. الأداء كان متميز، والحقيقة كنت خير من يمثل الجيش الكويتي اليوم في مثل هذا الحضور الطيب
من أشقاء من الأردنيين. فكان التمرين متميز في إعداده، كان التمرين متميز كذلك في ضيافته، وكان التمرين متميز في رمايته أو في المشروع النهائي. مشاركتكم وزملائكم من المدفعية ومن الهندسة ومن الطائرات الأباتشي والطائرات F-18 الحقيقة تدل على روح عالية للجيش الكويتي، تدل على أن الجيش الكويتي قادر إن شاء الله أن يقوم في واجباته ومهامه على أكمل وجه. حقيقة احنا فخورين فيكم جميعا حقيقة، وفخورين بأدائكم، وفخورين بما يحويه الجيش الكويتي من رجالات من ضباط صف وأفراد قادرين على أداء هذه المهمة التي